معهد صحافة وعلوم الأخبار. جيت اليوم نندد بالقمع اللي قاعد يتمارس على الصحفيين واللي قاعدين نحن لازمنا نمهدوا يعني نفسحوا المجال، لازمهم يخليونا يعني يفسحونا المجال باش نحن نهار آخر نخدموا في يعني مجال ما فيهش قمع، ما فيش تنكيل، ما فيش يعني نخدموا بكل أريحية بكل حرية، نجموا نقولوا شنو نحبوا ونجموا نكتبوا شنو نحبوا. كل الناس اللي يخدموا في القصبة يعني انتم ما تعرفوش شنو يعني شنو جورناليست، ما تعرفوش شنو خدمته، يعني هو خدمته انه ينقل الاخبار كيما هو، ما عنده حتى خلفيه، ما عنده حتى شيء، لازم ينقل الاخبار كيما هو، ما يهموش في يعني ما يهمو في حتى حد، يعني هو جوست حبته باش ينقل الاخبار. انا ما نرفض كل انواع القمع يعني اللي قاعد تتمارس علينا.